كهربا النهارده، الزمالك تم ارسال فاكس او ايميل رسمي لنادي الزمالك من الفيفا بيقول ايه للزمالك؟ تعالالي هيدفعوا ال 100 مليون قريب، 2.5 مليون اخضر. الفيفا يمنح اللاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا مهله 6 ايام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامه. يعني ولا كهربا؟ ايوه يا عم محمد، قدامك 6 ايام هتدفع الفلوس، تبعت لي ما يفيد ان انت دفعت عشان ابدا اسال عمك الزمالك استلمت فلوسك يا زمالك ولا لا. لو كهربا ما دفعش في خلال الست ايام هيعقد، هقرا لكم بالظبط عشان ابقى واخد الكلام اللي جه بالظبط على الميل، في حاله عدم ارساله ما يفيد للفيفا ان انت دفعت ولا لا، يعني بلطج وما دفعش في حاله عدم ارساله هيتم تحويله الى لجنه التاديب المتفرعه من لجنه الانضباط. الكلام ده اللي في الجواب وفي الميل اللي جه للزمالك، هيتم تحويله للجنه التاديب التابعه او المتفرعه من لجنه الانضباط. امتى؟ يوم 3 اغسطس. وانا شايف يوم 3 اغسطس بعيد، ولكن خلاص الايام بتجري يعني. يوم 3 اغسطس لتطبيق عقوبه الايقاف، يعني يوم 3 لو كهربا ما دفعش واخد مهله 6 ايام، لو ما دفعش يوم 3 هتنعقد الاجتماع وهيتم تحويله للتحقيق وهيتم تطبيق ايقاف الستة اشهر كاملة على اللعيب، بدون ان يعني لو بعد كده لو اتوقف ودفع الفلوس برضه هيفضل موقوف. فبالبلدي كده بالبلدي، ولا تقعد تقول لي جامس الجميسة ولا هبد الهبيدة ولا مش عارف مين، سيبك من الناس التعبانة دي على رأي معتز الشامي، بيقعدوا يدخلوا على جوجل ويترجموا. بيعجبني أنا معتز الصديق والأخ، يعني حبيبي معتز، لما بيقولك بيدخلوا على جوجل حلو عجباني. فسيبك بقى من الكلام ده، الزمالك هيدخل خزنته 100 مليون جنيه من الأسطورة محمود الخطيب في موعد أقصى 3/8، يعني أقصى 3/8 ما تدفعوش يا معلم، اتوقف يا ابو الكهارب 6 شهور تاني، واقعد بقى اعمل نين بس وانت قاعد بالشورت كده في البيت. ده غير ان الزمالك لسه هيحجز عليك، وهيحجز على اموالك، وهيحجز على ممتلكاتك، وهيحجز على الشرابات بقى اللي عندك، والجزم والبوكسر والفانيلات الحمالات، يعني حتى الليفه اللي انت حاططها في الحمام الزمالك هيحجز عليها. هتخبط على جارك اللي جنبك كده، هتاخد منه ليفه وصابون، مش هيبقى حيلتك حاجه. فان شاء الله باذن الله الزمالك يدخل له الرقم ده في موعد اقصاه 3/8. رد بقى كهربا ومحامي كهربا. محامي كهربا حلو، يعني ايه؟ خسر القضيه في اكتر من درجه تقاضي، وبصراحه الراجل ما زال شغال شغل كويس. بيقول لك ايه بقى؟ رد على الموضوع ده، يعني ده اول رد من كهربا على الموضوع ده. بيقول ايه المحامي؟ بيقول كهربا تلقى اخطارا من الاتحاد الدولي، ما هو الاختار بيروح للزمالك وللاهلي وللعيب. بيقول لك ان كهربا تلقى اخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن موقفه من سداد الغرامة لنادي الزمالك، وتم تبليغه بضرورة الرد على هذه المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب التابعة لفيفا يوم 3 اغسطس. عشان كده لما محمد مصطفى كتب لكم على الفيسبوك 3 اغسطس ايقاف كهربا، طلع شوية عيال معني ما شغلهمش عندي باليومية يقول لك انت عرفت منين؟ انت يا ابني انت عرفت منين انت بتتعامل مع اكبر جهاز مخابرات على السوشيال ميديا، تتكلم مع الاسطورة الحقيقية. سيبك من الواد بتاع البخور اللي بيسرح في السيدة. صلي على رسول الله واضرب الله يا غالي. سيبك من الواد ده اللي بيقعد يضحك، انت بتتكلم، انا ما قلتلكش حاجة غلط، وانا بقول لو قلتلك معلومة واحدة غلط ما تتفرجش عليا، واحدة بس، واحدة ما تتفرجش عليا. ف
ده محامي كهربا بيقول لك ان احنا اتبلغنا فعلا ان قبل انعقاد اللجنه يوم 3 اغسطس لازم نكون دافعين ومسويين ومدين لنا مهله 6 ايام. وقال ايه تاني بقى؟ كهربا يجهز مذكره قانونيه لشرح موقفه في القضيه، وسيطلب مهله جديده، بص المماطله، وسيطلب مهله جديده من شهر لشهرين لسداد الغرامه تبدا من موعد انعقاد لجنه التاديب. يعني اللجنه هتنعقد يوم 3/8، كهربا عاوز ابتداء من يوم 3/8 يمد تاني شهر او شهرين، يمد شهر او شهرين. هما طبعا بيحلموا، هما طبعا فاكرين ان هما رايحين يجيبوا غساله بالقسط وماضيين كمبيالات على نفسهم، ويجي ميعاد استحقاق الكمبياله فيقول لهم النبي مش معايا خليني الشهر الجاي. هما طبعا بيهزروا، ومحامي كهربا بيهزر، لان محامي كهربا ده خسر كل درجات التقاضي، والزمالك هو اللي كسب القضيه. والاعلام الاصفر، هقولها تاني، الاعلام الاصفر بتاعنا في مصر بيطلع الطرف الخسران القضيه كل شويه، عمال يطلع الناس اللي بيتكلموا عنه، انما الطرف الكسبان هات لي مره حد طلع على التلفزيون المحامي سيلفاتوري محامي نادي الزمالك، انا طرف منتصر، مره واحده مش هتلاقي، مفيش. لا، هنطلع الخسران، هنطلع اللي خسر كل درجات التقاضي لما كانت في الفيفا وراحت الكاس في المحكمه الرياضيه الدوليه ولجان الانضباط كل ده، ونكسب درجات التقاضي ويطلعوا الباشا التاني اللي خسران القضيه. فان شاء الله باذن الله الزمالك يحصل على فلوسه. واستاذنكم كل الشكر والتقدير للكابتن بيبو، هو مش بيقول كده الواد اللي هو بتاع اضرب لك يا غالي، كابتن بيبو الاسطوره. نشكر الكابتن بيبو الاسطوره لانه فعلا يعني كتر خيره، 100 مليون جنيه في ظروف صعبه داخلين لنادي الزمالك. فبصراحه بشكر كابتن بيبو على ال 100 مليون جنيه دول، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته ويوقفه لك مع اولاد الحلال. قادر يا كريم.